كل تيم فايت معك خمسة، انت لازم انه التيم فايت تبعك يكون مبني على انك انت خمسة معك تشيب. لو كل فريقك بالبوت لين وانت تشيب لحالك بالبوت لين، مفروض تبدأ تيم فايت معك خمسة، لانه انت الالتيميت تبعك ببدالك التيم فايت بشكل عام بانك انت خمسة معك. فممكن هاي الاخطاء كان لازم نشوفها من الار 8 انه ما بيبدو التيم فايت كخمسة، تحديدا انه باكيتو كان بيحاول يوقف يوزونج تحت، فممكن تشبيك بسألت يوزونج يروح باكيتو يا يحاول يلحقه يا يلحق على كلير ويف بشكل عام، لكن هذا الاشي ما شفناه من قبل تشيب. برأيي كان في سوء تنسيق بين تشيب وكذلك جوستاريكا، وخسارة جوستاريكا بالإيرلي جيم بشوفها أنه هي أحد أسباب أو أحد الأسباب الكبيرة اللي خسرت فريق الجيكي. لكن لا زال التعويض موجود، وفكرة التعويض متاحة بالنسبة لفريق الجيكي تحديدا مع الجيم الثاني، فإما نشهد تعادل بين الفريقين، وممكن وارد كثير يا كيوبي أنه نشوف التعادل تحديدا أنه مع خسارة فريق الجيكي بالإيرلي جيم. شفنا الجيم طول ل 28 دقيقة، وهذا يدل على انه فريق الجيكي قادر انه يرجع بالمباراة، لكن الظروف كانت صعبة عليه. بالنسبة للجيكي مثل ما قلنا يا عبود، المفروض من ناحية كابيكات واسلوب لعب التفوق يكون المصلحة الجيكي، ولكن مثل ما شفنا الار 8 اثبت لنا انه مو راح نكون على سيناريو اللي يعجبه فريق الجيكي، لا احنا موجودين حتى نكسر التوقعات اللي ممكن تكون موجودة عند الجميع. وبالفعل فريق الار 8 قدم مستوى حلو، سيطر ايرلي جيم، نوعا ما تاخر بالانهاء، نقدر نقول عانى الى ان يفوز على فريق الجي كي، ولكن بالمقابل اهم شيء الختام واهم شيء النهايه، مثل ما راح نشوف بان على انجيلا كان من طرف فريق الار 8 يليه هارد حاليا تركيزهم على الجولدين. تقريبا يا عبود نقدر نقول انه نوعا ما حتكون البانات من طرف فريق الار 8 مشابهه، إلا أن جي كي ممكن نقول يبند أكثر من شخصية ممكن تكون مزعجة بالنسبة له. بند حالياً فريدرين، نوفاريا ما أعرف إذا حتكون على البان أو ممكن يخلوها حتى زاك يقدر يستخدمها. صراحة برأيي يقترح أنها تكون على البان، لأنه أنت عندك خيارين حالياً، إما براتس وإما نوفاريا، فممكن نشوف أنه جوكي فعلياً عذبهم في المباراة السابقة باستخدامه لشخصية نوفاريا. أتوقع عنده موتة واحدة بس وكانت في الليد جيم، لكن راح يقرروا يروحوا مع روجر فريدرين ولوي، وكذلك بالمقابل آر 8 راح يروح مع أنجيلا وكذلك هارث، وممكن نشوف حالياً وجود نوفاريا. لكن نوفاريا ممكن تكون كفيرست بيك مع فريق الجي كي، ممكن نشوف لكن دراغون، ممكن نشوف بارتس، في خيارات كثير لسه متاحة وموجودة بالميتا. فشو الخيار اللي راح يكون من قبل فريق الجي كي كفيرست بيك؟ ومن ثم لا ننسى انه فريق الار 8 عنده خيارين من الميتا، فبالتالي لازم الجي كي يبند اكبر عدد ممكن من الميتا ويخطف واحد بالفيرست بيك. لكن فريق الار 8 بالبان الاخير ما قبل البيكات ممكن نشوفه. وهل يا كيوبي برايك او بتقترح انه نعطي فرصة بالنسبة لجوستاريكا، واحنا كلنا بنعرف قوة جوستاريكا باستخدامه ليوزونج، فهل تتوقع كابتن فريق الجي كي يعطيه فرصة ثانية باستخدامه ليوزونج في هاي المباراة؟ صراحة اتوقع ممكن نشوف نوفاريا اكثر ما هي، اذا جوستاريكا يقدر يقدم مستوى افضل ومتأكد من نفسه فنعم انا مع اختيار يوزونج، لان انا اعرف هذا اللاعب واعرف قوته من الناس اللي معجبين بجوستاريكا باستخدام اليوزون. إذا يعرف نفسه ما يقدر يقدم الأداء المطلوب من عنده، فأني أروح مع صراحة نوفاريا، خلي فريق الخصم يأخذ يوزون ماكو أي مشكلة. بالمقابل راح نشوف اختيارهم كلنا كان صراحة اختيار حلو، ولكن أنت طيت فرصة أنه يختارون الميج والإكس بي، ممكن نشوف حاليا نوفاريا ويوزون، ما أعرف إذا اختيار صحيح. يب يعني اكو هواي اختيار، ما اقول لك ناتان ضعيف، بالعكس ناتان اسطوري راح تقدر تسيطر على الجولد لين، ولكن اكو شخصيتين ممكن تكون مهمه اللي هي نوفاريا مع فريق الخصم ويوزونج مع جوستاريكا اللي هو مع فريق الجي كي. بالفعل يا كيوبي ممكن نحكي نوفاريا جوستاريكا باستخدامه ليوزونج، وكذلك براتس كجنجل اللي لعب بشكل ممتاز بازو تحديدا، وهو كان تقريبا الجندي المجهول عند الار 8، ما ننسى الريتري اللي خاصه فيه، الكفر اللي كان يعطيه، وكذلك راس الحربه كان بالنسبه للفريق هو بازو. لكن راح يروحوا بالفعل مع ايديت، وبالاضافه الى شخصيه مثل نوفاريا كقصف موجود وكضرر موجود الى الان بالنسبه لفريق الجي كي، ما في لحد بوصل لها، لكن راح يخطفوا براتس في الوقت الحالي. فريق الجي كي نوعا
ما عنده براتس، لكن لا تنسى وجود كذلك شخصية مثل باكس اللي بيعتمد كذلك على أنه يمنع الهيلينج من فريق الخصم، وكذلك يعتبر شخصية تانكي. بيك ثالث ممكن يكون من قبل جي كي، وهل راح يكون يوزونغ؟ وبالفعل فرصة أخرى تتاح لكوستاريكا باستخدامه ليوزونغ بستين تقريبا أو 59 وين ريت لصالح يوزونغ. فبالتالي نوعا ما الشخصيات أو اللاعبين بيختاروا يوزونغ نسبة فوزهم تعتبر نوعا ما عالية، لكن المباراة السابقة شفنا السيطرة كانت بصراحة واضحة جدا من ديفندر على كوستاريكا بالإكس بي لين، لكن وجود كلاود ممكن يأثر بكتلة رايد. صحيح أنه الجي كي مختار الميتا بشكل كبير واللي هو ممكن نحكي باراتس وكذلك ناتان، لكن لا ننسى أنه الأرايت عنده كلاود ورح يبخر باراتس وشفناها في المباراة السابقة، والقصف اللي موجود منك يانو فاريا، وأخيرا إدت اللي بصراحة قاعد بشوفها بالفترات الأخيرة يا كيوبي كرومر، رومر مثالي كتانك ودمج. يب يعني ككراود كنترول راح يكون عنده، الفكرة أنه ما راح يكون عنده هيلينج ممكن يساعد الفريق أو كموبيليتي مثل شخصيات أنجيلا، عندك ماثيلدا، عندك فلورين، هو شخصيات ممكن تكون هذا النوع من السبورت. فريق الار اي دي يعتمد على الكراود كنترول بشكل اساسي، مينو كذلك راح يودع ثلاث شخصيات من طرف فريق الار اي حاليا على البان كرومرز بالنسبه لهم. فريق الجي كي راح يبند اكس بورد، هو اكيد معروف بسبب الضرر الحقيقي ممكن هذه الشخصيه تقدمها لمصلحه فريق الار اي، ويلعب كجنجلر بشكل ممتاز، حتى كإكس بي لين يكون موجود ومارتس يكون على سبيل المثال جينجل. بالمقابل مثل ما ذكرت نقطة حلوة يا عبود إنه باكسيا ممكن يكون موجود، باكسيا يقدر يتحمل ضرر، عنده دامج ريدكشن وكذلك الانتي هيل اللي حيصد نوعا بي جينجلر فريق جي كي، ولكن عندنا ناتان صراحة أنا عبود يعني حتى مع دامج ريدكشن يعني أنت تحكي على ناتان ليت جيم يعني صراحة ناتان وكلاود راح يكون لهم دور كبير بهذه المباراة على باراتس، وإذا كان الأريت عنده تانك. لكن ودع باراتس أغلب الرومرز اللي ممكن يساعدوه عدا رافاييلا، واللي هي الخيار اللي ممكن يكون هو المتبقى الوحيد بالنسبة لجنجلر مثل جنجلر فريق الجي كي. لكن لا تنسى كيوب إنه الأريت ما أخذ رومر، هو بيحاول يضغط الرومرز قدر المستطاع. ممكن أنا بتوقع نشوف جروك من قبل فريق الجي كي، أو ممكن نشوف رافاييلا كموفمنت سبيد وكذلك كسلور فيك واستنات بالألتيميت. مارتس راح يكون مع فريق الار 8، خيار حلو من الار 8 كإيرلي جيم ممكن يسيطر على براتس. بالليت جيم راح يكون نوعا ما شخصية متلقية للضرب وكذلك متفادية للاستنات الخاصة بفريق الجي كي. إيرلي جيم بالنسبة لفريق الجي كي ممكن يكون حلو بالفعل، جروك راح يكون هو الشخصية المثالية بالنسبة للجي كي لحتى يكون رومر. وبالميدلين راح نشوف وجود فالنتينا اللي ممكن إلى الآن ما عندها الألتيمت المثالي اللي هتستخدمه عدا ألتيمت نوفاريا اللي بس راح يعطيك فيجن، لأنه نوفاريا بتعطي فيجن وبالسكند بتعمل دمج، لكن بالنسبة لفالنتينا ممكن تعطي فيجن لكن الدمج ممكن يكون على يوزونغ وعلى ناتان من المسافات البعيدة. أنا قصدي بالفعل هي فالنتينا عندها الدمج الكافي لكن مش من المسافات البعيدة زي نوفاريا. لاست بيك راح يكون مع تريزلا كإكس بي لين، معركة ستقوم يا كيوبي بالإكس بي لين. صراحة وجود تريزلا راح ينطي نكهة خاصة لهذه الفايتات، وكذلك لا ننسى انه فريق جي كي راح يعتمد على رومر تانكي، ما راح يعتمد على رومر نوعا ما هيلينج وسبورت. حتى اتوقع فريق الار اي تعتمد هذه الاستراتيجية نوعا ما، فصراحة البكات حلوة عند الطرفين يا يونس. انت لو تلاحظ كيوبا هتحس ان فريق الار اي ماشي بنهج معين في الدرافت، يعني لحد دلوقتي محافظ على البكات الخاصة بيه من ناحية نوفاريا من ناحية إيدس، تحس إن هو داخل باستراتيجية معينة محضر كويس جدا لفريق الجي كي. بس للمرة الثانية درافت فريق الجي كي اكس ال ار كويس جدا، يعني دي المرة الثانية انا بقيت بقى لا يعني انا حتى كنا لسه بنتكلم في نص الدرافت كده بقول لهم خلاص جي كي وين فيرست جيم قبل حتى من اول ثلاث بكات، لان الدرافت واضح خلاص انتوا كسبانين درافت. بس لما فريق جي كي يوصل لمرحلة انه يبقى كسبان درافت ويخسر الجيم فدي بتبقى الموضوع صعب شويه، خصوصا ان انت تغلط قصاد فريق كبير زي فريق الار 8. انت كدرافت كويس وانت معاك بيك كمان من قبل كوبا حرفيا ما بتخسرش في الام بي ال دي، يعني بيك كوبا لحد الان يا كيوب اكس ال ار ما بتخسرش. معاك درافت معاك جيم كويس معاك بكات كويسه جدا،
الفارق بقى هنا يحكم برضو للجيم بلاي للمرة الثانية، هل فريق جيكي هيقدر يعمل كلير جيم بلاي ولا لا؟ ده هيكون السؤال اللي هيجاوب عليه دلوقتي. زي ما ذكر يونس راح تكون الجيكي هو الفائز في حرب المدربين كبكات، لكن المعركة والمعركة الحقيقية راح تكون معركة الجنود في أرض المعركة. هل هو جنود الجيكي أم جنود فريق الاري؟ هل ممكن نشوف الفريق السعودي أم الفريق المصري؟ وهل ستنتهي الثنائية مقابل صفر بدون أي خسارة أم هناك التعادل يلوح بالأفق لصالح فريق التويستد أو عفوا فريق الجيكي؟ بالنسبة للجيكي هي فرصتهم أمامهم مارك ممكن يكون كتانك للفريق ورأس حرب للفريق وجروك سبورت وكذلك تانك. ممكن نحكي سبورت ما عنده الهيلينج لكن سبورت عنده الضرر وكذلك عنده الاستنات بالألتيميت وعنده مانع ممكن نحكي لأي تيم فايت باستخدامه للمهارة الثانية. نوفاريا راح تكون أمام فالنتينا، بالإكس بي لين راح يكون تريزلا أمام البلاك دراجون، جولد لين راح نشوف ناتان أمام كلاود، ورومرس راح يكون جروك أمام إيديث اللي أبدع في المباراة بورو المباراة السابقة تحديدا. وأخيرا وهي المعركة الأقوى بالنسبة لي راح تكون يا كيوبي وهي الجنجلرز مارتس بسكين ليفاي راح يكون أمام براتس. صراحة من وجهة نظري مارتس حلو ولكن ما أتوقع أنه راح يكون أفضل اختيار بالنسبة للآر إيت، خاصة إذا وصل الموضوع ليد جيم. إذا هم ناويين ينهون الموضوع كأيرلي جيم هذا موضوع ثاني، وأتوقع صعبة بسبب كلاود كأيرلي جيم راح يكون ضعيف، فمارتس بالليد جيم ما راح تحصل من عند الكفاءة المطلوبة. بالمقابل بارتس مع الاستنات اللي ممكن يكون عنده مناعة تجاهه مع الضغط اللي يقدر يقدمه والاستاتات الخاصة به على عكس مارتس، فأكو أفضلية حلوة بالنسبة لبارتس بالليد جيم على شخصية مثل شخصية مارتس. لحد هذه اللحظة ضغط متبادل، فريق جي كي دي يحاول انه يدخل المنطقة فريق الار ايت بالشكل الصحيح، والفيرست كانت موجودة حلوة منك سبيدي ولكن ما كانت بالشكل المطلوب. محاولة حاليا بالهجوم وبالفعل فيرست وفليكر في أرضية المعركة ولكن ما قدروا يحصلون أيش منها فريق الـ R8. الرد كان من فالنتينا بفليكر كذلك وسرعة ردة فعل كانت موجودة، لكن الإكس بي لين حذاري يا جوستاريكا من أخطاء مثل أخطاء الجيم اللي فات، لكن هالمرة بسمايل نو 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 راح يكون متواجد جوستاريكا وبيحكي لهم مش هالمرة ومش نفس الجيم السابق. راح يكون مصحصح جوستاريكا بليفل حاليا 3، وكذلك ممكن نحكي عن فالنتينا راح تصير كذلك 4. باسو أمام مار والتوب لين ممكن يصير في تيم فايت، تحاول انه بازو يتقرب على مارك ولكن نشوف لي فرق الليفل يا عبود في هذه اللحظات، وحاليا قدروا يصيرون ليفل 4 جروب تقريبا بعد ليفل 3 وهي كذلك ضرب هذه اللحظات. محاولة حاليا بالهجوم التورتل راح تكون موجودة، مارك راح يحاول يتقرب من اللي راح يقدر يحصله ولكن جوستاريكا موجود وفليكر والتيميت موجود، والله عليك يا شين الله نعم موجودة فالنتينا كذلك، ولكن ديفندر للانتقام تيرتل راح تكون المصلحة الفريق ألتيميت ولا أحلى منك يا مارك. هل هي ضحية ثانية لمصلحة فريق الجي كي؟ نعم ممكن تكون، وبالفعل يا إلهي على الجي كي يا رباه على الهجمة. عندما يهجم فريق الجي كي فتأكد أن هنالك من سيعاقب. بالفعل والاريت هو الذي عوقب في هذه الهجمة وكذلك خسر في الفايت الاول عند الترتل الاولى، والجي كي بالفعل يكتب ممكن نحكي طريقة التعادل ويرسم طريقة التعادل، لكن هنا كوبا ومساعدة من زاك في حال خسر كوبا زاك راح يكون للفينش. نوفاريا ممكن بسكند لكن متأخرة، فريق الجي كي فايتها بهجوم وكذلك جروك تحت الدور او عند البلوبوب راح يسبب الضرر على بازو، لكن بازو راح ينجو في اخر اللحظات. مارك راح يتعرض للنوكب وشن كذلك للضرر. سكند ممكن تكون منه فاريا كفيله بتسبيب ضرر كافي على المينجا وحتى على الرومر، لكن مارك فايت المباراة بطريقة أجريسيف بهجوم نوعا ما عنيف. فريق الجي كي طالب الفوز ولا شيء سوى الفوز، والآر ايت حاليا يحاول الدفاع من فارق جولد عالي، لكن هجوم على كلاود ممكن يكون تحت التور. جروك راح يعطيه الفرصة وكذلك مارك، نقب لمارك تحت التور لكن الضرر عالي على مارك حذاري وراح يودع من قبل التور، بل جروك هو الثاني وهنا الخطأ ووقع كذلك الجي كي للمرة الثانية بالخطأ. ونوعا ما يا كيوبي كلين راح تكون لصالح فريق الار اي، وراح نشوف تعادل نوعا ما بالجولد او اقتراب من قبل فريق الار اي. بالضبط يا عبود، حاليا فرق الجولد نوعا ما صار بسيط بعد ما كان فريق الجي كي الى السيطريه او السيطره الاكبر في هذه اللحظات. مره ثانيه تيرتل ثانيه راح تكون موجود
ده منافسة جميلة بنشهدها بين فريق الار 8 وكذلك بالنسبة للجي كي. كلير ويف سريع من قبل الثلاثي عند اعضاء الجي كي فيرست موجود البورو في هذه اللحظات. شين كذلك ده يبدع هذه المرة بالكروك صراحة، يعني على عكس الجيم السابق باستخدام شخصية شيب هذه المرة سيناريو مختلف، ونلاحظ انه فريق الجي كي راح يترك جهة الجولد لين بالمقابل للار 8 راح يستغل هذه الثغرة محالة بالهجوم. ولكن غوستاريكا قادم، حذار يا بازو، تراجع يا سبي، بأنه غوستاريكا محاولة بالهجوم، ضربة باسف مع هذا كانت جدا قريبة، 2-1 فريقهم دا يحاول، ولكن تقدم قبل بورو استخسر الألتيميت الخاص بيس بيال موجودة، وبالفعل باسف ممكن يتفعل وممكن يودع، ولكن تراجع من قبل سبيدي في هذه اللحظات. وبورو هنا جدار من حديد يمنع تقدم غوستاريكا أكثر وأكثر. بالفعل يا كيوبي في حضرة البلاك دراجون لا يوجد أغلبية كثرة ولا توجد مقولة الكثرة تغلب الشجاعة، لكن هجوم من ثلاثي فريق الأريت خلى غوستاريكا يتراجع ويضطر تحديدا كلاود اللي كان ممكن يكون احد الضحايا، بل كذلك تريزلا او ممكن نحكي مارتس عفوا اللي كان بالتوبلين وكان ممكن يودع. هنا قوه البلاك دراجون، قوه غوستاريكا تظهر على عكس المباراه السابقه اللي كان صراحه في تراجع باداء غوستاريكا بشكل كبير. حذاري من دور التوبلين وغوستاريكا من التوب للبوت ومن البوت للتوب ينتقل هو وناتان، والبوش راح يكون من ناتان على التوبلين، ودعوا التور الاول في البوت والتور الثاني ها هنا في التوبلين، وغوستاريكا يقف شامخا 3-1. فهل من مقاومة يا كيوبي؟ محاولة حاليا من قبل غوستاريكا انه يبقى صامد، ولكن موجود جوكي هنا بالألتيميت، محاولة بالهجوم من باقي اعضاء الفريق، والكراود كنترول موجود على ماركو، ولكن حدثني عن شن كراود كنترول ولا اجمل الا ان الفريق راح ينشغل بهجوم على بورو. شن حركة أسطورية، ولكن تركيز جي كي كان على الهدف الخاطئ. ما ألومك يا شن، حركة ولا أجمل ممكن نشهدها، مقاومة موجودة من قبل ديفندر، ولكن الألتيميت راح يكون موجود يحاول الفريق جو التور ثلاثي من قبل الار 8 يصمد لحد هذه اللحظة، ولكن مو بس راح يصمد، كيل موجودة لمصلحة فريق الار 8. أريد تعود في المباراة فارق الجولد نوعا ما مش عالي بشكل كافي لسيطرة فريق الجي كي بشكل كامل، لكن تورين مقابل صفر وترتل واحدة أو ثنتين مقابل صفر لصالح الجي كي. هل الثالثة راح تكون؟ بالفعل راح تكون سهلة بالنسبة لبارات بحكم الليفل 10 أمام الليفل 8، إلا إذا كان في بورو وإذا كان في فيرست وفليكر. حذاري من بورو، 3 ثواني للفليكر الخاصة ببورو، لكن الهجوم ممكن يكون موجود من الأريت، ألتمت موجود من مارك، لكن تلقى ضرر عالي، والثالثة راح تكون لصالح مارتس. الاول ودع، هنا الثاني، بل تريبل كل ممكن تكون موجوده منك يا مارتس، ولا تريبل هل الرباعي موجود، لكن لا تطمع يا مارتس وتراجع لبلاك دراجون، يتاخر بالالتيميت. غوستاريكا كان ممكن يعطي الكفر الكافي، لكن هنا يا كيوبي تكون العوده بالنسبه للار 8، بل نوعا ما سبقوهم بالجولد، تفوقوا عليهم بالترتل، وحاليا راح تبدا تسلم على التورات بل على البفات بالنسبه لفريق الجي كي. اخطا في الهجمه السابقة واستغلها بازو جنجلر فريق الاريت، فهل ممكن اخذها جروك مع عدم وجود الريتري او مع استخدم ريتري؟ استخدم على الوحش الصغير. اوكي بازو اخطا في الوقت الحالي على بلو باف، لكن الهدف بانك تضيعها على بارت. مثل ما نلاحظ حاليا يا عبود، فريق الار 8 بلش انه يرجع بعد ما كان فريق الجي كي مسيطر اكثر بالايرلي جيم. بالنسبه لفريق الار 8 فرصه جميله استغلها، التيم فايت اللي صار عند التورتل الاخيره صراحه قلب الموازين نوعا ما لمصلحه فريق الار 8، وحاليا هو الى الكلمه شو وقت ممكن يبلش تيم فايت، ولكن غوستاريكا ممكن يكسر هذه الكلمه. بالمقابل بورو موجود بسرعه لرد سريع ولا اجمل من قبل رومر فريق الار 8. حذار يا غوستاريكا، كنا نعرف قوة بلاك دراجون، ولكن بورو للمرة الثانية دي حطم الأفكار ودي حطم التخطيط الموجود عند إكس بي لينر فريق الجي كي. نشوف ردة فعل الار 8 على الكاميرا يا كيوبي اللي كانت موجودة من هجمة غوستاريكا، لكن حذار انك تشتت لفريق الار 8 مع الكاميرا وتركز بالجيم بشكل أكبر. بورو راح يكون موجود، كشف رباعي موجود من جوكي، أبدع جوكي في هاي المباراة وكذلك السابقة،
كاجوكي لاعب متميز جدا في المدلين ومكسب بالنسبة لفريق الـ R8. لورد راح يكون موجود، فهل ممكن نشهد فايت عملاق بين الفريقين؟ الفريقين مقتربين من اللورد أو المقتربين كذلك من الجولد، واللورد في جانبهم مارتس راح يكشف بكوستاريكا وممكن يحيو بتيم فايت في أي لحظة. فريق الـ R8 محتاج هذا اللورد، مع اقتراب فريق جي كي المهمة راح تكون أصعب، وغياب كلاود راح يخلي المهمة ممكن تكون مستحيلة، لهذا تراجع مطلوب. بالمقابل فالنتينا راح تضطر أنه تتراجع حتى تحاول أنه تدافع على التور. بالمقابل راح يتركون محاولة حاليا بالهجوم مثل ما راح نشوف بورو، وضيع الألتيميت من مارك في هذه اللحظات. اللورد راح يرسد، فالنتينا راح تكون موجودة بألتيميت أخذتها من مارتس. من وجهة نظري إذا فالنتينا أو زاك يقدر ياخذ ألتيميت ديفندر فالموضوع راح يكون مختلف تماما. مرة ثانية جوكي تحاول وضرر جميل على زاك في هذه اللحظات، تراجع ممكن نشهده من مدينر الفريق، ولكن محاولة بالهجوم بالتوب لين. مارتش يحاول وضرر جدا عالي، كوستاريكا والألتيميت من قبل بازو، ولكن يحافظ على حياته على عكس فالنتينا في هذه اللحظات. فريق الار ايت يهجم، فريق الار ايت يدمر الجي كي للهروب. لا توجد رحمة، لا توجد رأفة، فريق الجي كي عاجز تماما. جوكي بقدرة ثانية كانت قريبة منك يا شين، ولورد راح يكون سهل المصلحة فريق الار ايت. ار ايت بانتصار نوعا ما بهجمة اللورد، فممكن يكون في تدمير للتورات تحت التور. الضرر عالي على كوستاريكا، راح يضطر انه يتراجع جوكي، ممكن يكون قناص الفريق السنايبر انه ياسك ممكن تكون موجودة على البلاك دراجون. لا تروكل في هذا المكان يا البلاك دراجون، لكن ثيرد موجودة من البلاك راح يقدر يتفادى، وريكول لو راح مشي كان اقرب له نوعا ما. لكن بالنسبة للار ايت فاز بالتيم فايت اللورد وكذلك الكلات، وتقدم بالجولد بشكل كبير، 12 كل مقابل 6 على عكس ما توقعنا كيوبي انه يكون في تراجع من الار ايت. حذاري يا جوكي راح يضطر انه يتراجع، والسكند موجوده. نوفاريا نوعا ما مزعجه، لكن فالنتينا راح يكون معها الالتيميت الخاص بنوفاريا، فممكن يا كيوبي يكون في هجمه من قبل فريق الار ايت. حاول من قبل جوكي بالسيطرة على كوكو، ولكن ما زال الموضوع صعب، وحاول بتدمير التور الثانوي بالميدلين موجودة هنا باقي أعضاء الفريق. وبالفعل راح تكون النوك اب موجودة ألتيميت من قبل بورو، ولكن مو بأفضل شكل، ولكن شنواني بالردة المزوجة راح نشوفها. محاولة من قبل فريق جي كي بالسيطرة على الأوضاع، والشن بحركة ولا أجمل راح يقدر ينطي فرصة، بل كانت ممكن تكون نهاية لأعضاء فريق الار 8. وصراحة أتوقع كذلك استعجال بالألتيميت من قبل بورو في هذه اللحظات، سكن صحيحة من قبل جوكي. حذاري يا كوبا، ففريق الار 8 مصمم على أنه يدمر التورات الثانوية حتى مع فارق الجولد القليل. فريق الار 8 يسوي اللي غيره صعب أنه يقدمه، اللي غيره يتمنى أنه يكون موجود بدون الحاجة إلى لورد، يدمرون الأبراج الثانوية. باقي أعضاء فريق جي كي يحاول، ولكن فريق الار 8 موجود، فريق الار 8 لإثبات الوجود، وعجز من طرف فريق الجي كي بالحفاظ على أبراجه. موجود شن وستان ثنائي، بلش الهجوم والبلاك دراجون موجود، ولكن الار 8 يصمد في هذه اللحظات، بل حتى القتلة الثانية لمصلحته. لا يا مارتس لا، كوفا موجود هنا لإيقاف كل شيء. البيسك ورا بيسك عند كوفا راح تكون قاسية على الار 8، والدفاع موجود، ما زال كوفا صامد في أرضية المعركة. لم يعجز الجي كي بعد على هزيمة فريق الار 8، بل لم يرفع الراية وبل حملها كذلك كوبا برفقة كوستاريكا. فريق الجي كي لا زال مستمر، لا زال يقاوم. جوكي كان ممكن أن يكون أحد الضحايا، لكن لاحظ التراجع واضح من قبل جوكي مع بداية الهجوم، لكن فريق الار 8 خسر 3 من شخصياته، فممكن عودة بالجولد نوعا ما لصالح فريق الجي كي. هجوم كذلك من كوبا، كوبا بالضرر اللي موجود عنده هو فقط محتاج فرونت لينر، هو فقط محتاج شخص يتلقى عنه الضرر والاستنات، والامثل لهذه المهمة هو مارك وكذلك جروك، وبالتالي هم مقدمين له افضل مهمة للدفاع عن تحديدا كوبا. نعتان حاليا اللورد قادم، واللورد هذا مهم، واللورد راح يكون مطور، فممكن يدمر تورات اساسية. البلاك دراجون راح ينضم، شن
شن موجود، لكن شن صعب انه يموت وراح يكشف. تحديدا جوكي في الوقت الحالي، لورد راح يكون متواجد، زاك ممكن يكون في خطر، بازو بحاول يتقرب والشيش موجوده منك يا بازو، كشف موجود من جوكي، فيرست ورا الثانيه والسكند ورا الثانيه قدر يسبب فيها الضرر، لكن هجوم موجود كذلك على الاكس بي لين ممكن يتلقى ضرر عالي. تريسلا استن ورا الثاني، حرفيا عاجز ديفندر، ديفندر عاجز على التحرك، لكن الثاني كوستاريكا، الثالث ممكن يكون لك يا ماركس، لكن ضرر موجود عالي من ناتان، تنقية سريعة، والهجوم موجود كذلك من إيديت، كذلك ممكن يكون سكند منك يا جوكي، لكن أخطأ جوكي، شن تراجع، وزاك راح يودع، لكن فليكر سريع، تراجع أعضاء فريق الجي كي، عاجز الجي كي عن مجاراة قوة فريق الأريد، بل عاجز فريق الجي كي عن مقاومة وفليكر كانت من جوكي، مس الفليكر متعمد لمعرفته بإنهاء المباراة، هل استسلم الجي كي؟ وهل هي ثنائية نظيفة لصالح فريق الأريد؟ مثل ما نلاحظ يا عبود، فريق جي كي دي يحاول، ولكن جروك لوحدة بيسك ورا بيسك من قبل سبيدي انت الكافي لحضور باقي اعضاء الفريق. وجوكي الفليكر اللي استخدمتها، هل انت متأكد راح تحافظ عليها بالمرات الجاية؟ لان ممكن نقول انت تحتاج تستخدمها اذا فريق جي كي قدر يقدم فليكر ويا ألتيميت من قبل شن اللي تعلمنا انه نشوفه بهذه الجولة. ولكن ما زال فريق الار 8 هو المسيطر، فريق الار 8 هو المهيمن، يكتب الكلمات الاولى والاخيرة، اللورد يقترب، وكذلك ممكن تكون نهاية فريق جي كي. ترجلة بلش الهجوم، ألتيميت وفليكر من قبل ديفندر، يحاول فريق جي كي الصمود ولكن المهمة مستحيلة مع وجود باقي اعضاء الفريق. كوستاريكا يحاول ولكن تم مسح اعضاء فريق الجي كي. يا الهي الار 8، يا رباه على التنسيق.